أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أخي مصاب بسلس البول، ولما قلت له صل في المسجد قال لي أحد المشايخ في الرياض، سألته وقال صل في المنزل، والسؤال: ما الحكم الشرعي في ذلك؟ إذا كان أنه يحصل يخرج منه شيء في المسجد ويخشى أنه ينجس المكان فيصلي في بيته، أما إذا كان منهم تحفظ ولا يخرج منه شيء فإنه يصلي في المسجد، لكن ما يتوضأ إلا عند الصلاة، عندما يذهب للصلاة يتوضأ ولا يتقدم لوقت طويل قبل الصلاة، إنما يذهب وقت الإقامة يتوضأ ويذهب ويضع على المخرج شيء يحفظ تسرب البول. نعم، مهما أمكن. نعم.